يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكر منهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون. يقول هل المضطر إلى الرقية أو إلى الكي يستثنى من ذلك؟ الرقية جائزة والكي جائزة أيضا عند الحاجة، فلا مانع إذا احتاج إلى هذا يفعله، يفعل الرقية أو يطلب الرقية من غيره ويكتوي للحاجة. نعم.